إلياس الباروني وهو أستاذ العلاقات الدولية. سيد إلياس، يعني موقف المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية حول هذا العدوان ربما هو مبرر لموقف المجتمع الدولي إن صح التعبير، كيف ترى هذا؟ نعم، هناك علاقة يعني مرتبطة. كيف نطالب، زي ما ذكر الدكتور الأستاذ محمد العربي من الجزائر، كيف نطالب من الأمم المتحدة وأيضا حتى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، هذه المنظمات الإقليمية والدولية، كيف نطالبها بإصدار بيان شجب وإدانة، وبالمقابل مجلس رئاسي الذي يمثل، يفترض أن يمثل ليبيا، يكون يصدر منه خطاب ضعيف هزيل؟ بالعكس، كان يستجدي في الفرنسيس بالتشاور معهم. يا ريت يا فرنسيس شاورتينا حتى نقوم بفتح الطريق لك بشكل منظم وبشكل. نعم، وعبر عن تقديره لما سماه بمحاربة المجتمع الدولي للإرهاب. سيد إلياس، هذا بيان يعني المجلس الرئاسي المقترح. نعم، توصل به الحد، هذا المجلس وصل بالحد اتهام الثوار بأنهم إرهابيون وأنهم دواعش. كيف نطالب هذا المجتمع الدولي ونطالب بإدانة المجتمع الدولي أو المنظمات الإقليمية؟ وهذه رسالة الآن للمغفلين كما ذكر الشيخ سالم جابر بارك الله فيه، متى يفيق أهل ليبيا في المنطقة الشرقية وأيضا حتى في المنطقة الغربية؟ للأسف هناك مؤيدون للمجرم حفتر، وطبت الآن أمانته وخيانته لهذه الدول في قتل الليبيين، يعني ما فيش مشكلة دمرت البنية التحتية، لكن مشكلة دمر حتى النسيج الاجتماعي، التوافق الاجتماعي والأسرة الليبية في المنطقة الشرقية الآن انقسمت إلى أشلاء، إلى عدة وحدات، هناك من يؤيد هذا وهناك من يؤيد هذا، وهناك خصام حتى في الحوار فيما بينهم، أصبح الليبيون أعداء، هناك من يؤيد حفتر هناك من يؤيد ذاك، وللأسف انشق الصف الليبي. ينبغي الآن، يعني ليبيا تمر بظروف صعبة، ظروف دقيقة عقب ثورة 19 فبراير، لكن للأسف ظهر حفتر بنتيجة أطمعه للوصول للسلطة، وأيضا برجوع المجد السابق. للأسف يعني خليفة حفتر هزم في تشاد، هزم في 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 حرب مع تشاد، وكانت حرب يعني كان فيها ظلم، يعني كيف شعب تشادي جار شقيق يعتبر هناك سهر، وهناك تشاديين مولودين في ليبيا وليبيين مولودين في تشاد، هناك نسب، هناك مصاهرة في بلد، قتلوا الشعب التشادي الآمن المستقر في بلده، قتلوهم، فجروا أهاليهم، دولة دمرت. نعم نعم سيد إلياس، وفي النهاية سيد محمد، في النهاية تم أسره، ويتباهون الآن في برلمان طبرق بأن القائد الأعلى أو القائد العام في القوات المسلحة عليه يكون أسير. هذا معقول؟ هذا شرف ليك أنت يا جندي تحمل رتبة عسكرية أن يكون أمرك أو رئيسك أسير حرب ومهزوم؟ كيف المسخرة؟ هذه ما فهمتهاش. هذه يعني حتى طيب صغير يبقى في السن غير سياسي لا يرضى أن يكون رئيسهم أسير حرب، وفي في دولة ضعيفة مثل تشاد، يعني سبحان الله يا أخي، متى تفيقوا؟ فيما فيقوا سبحان الله، ليبيا تناديكم الآن، وحدوا الصفوف، والآن على الثوار يتحملوا المسؤولية الآن. نعم. الآن الحمد لله انطلقوا إلى بنغازي وانطلقوا إلى سرت، وعلى فكرة يا محمد، نعم، حاول الغرب غض الطرف على الثوار، ثوار المنطقة الغربية من طيب. مصراتة إلى راس الجدير، لما ذهبوا إلى سرت ويعرف الغرب ان وعندهم ثقه بان هذه القوه، قوه الثوار الذي يقاومون الدواعش، انهم سينتهون ويقتلون في 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 سرت، يحاولون يعني لم يفرضوا او لم يشيروا على حفتر انهم يقاوموا الدواعش، خلوا الثوار في الجبهه يقاتلون حتى لانهائهم وقتلهم في سرت، يتوقعون ان الثوار سينتهون ويقتلون في سرت، ولكن خابت امالهم وحق الانتصارات والانتصار. فاجوا الاداره الامريكيه، تفاجات وصرحت بان كنا لم نتوقع
لم نتوقع أن قوة بسيطة من كانت بسيطة بدون دعم دولي بدون دعم لوجستي أنهم ينتصروا على الدواعش. إذا كانت هناك نية مبيتة بأنهم يقوموا بالقضاء على الثوار في سرت حتى يخلو المكان والزمان والظروف إلى حفتر للاستيلاء على السلطة وتهيئة له المناخ المناسب. طيب سيد إلياس. نعم سيد إلياس.